الله ولاية سوسة ما تكون رئيسي كما توحد بين النساء التوانسة وتعتني بالمرأة الريفية وتعطيها قيمتها. مش وقت تجي تكرم المرأة التونسية وتغزل كل المرأة اللي موجودة في المدينة واللي في الديبوست كبار والمرأة الريفية ما تغزل الحيش وما تكون رئيسي كما توحد بيناتنا كتوانسة وتخلينا متحدين برغم اختلافنا وبرغم اللي موجود كل شيء في المجتمع نكون كلنا تواس وكلنا متحدين.